الفضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا العاشرة. أما بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا العاشر والخاص هنا بانطلاقة الإذاعة القعدان. إذا من هجني أصحاب السمو والشوق لأرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات المسائية، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة شاهين المندفع بالمقدمة وبالمركز الأول هنا بانطلاقة شاهين هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز هنا المركز الثاني المنطلق هملول من هجن الرئاسة بقيادة المضمر، هنا أيضا علي بن ميل لوهيبي، وعلى المركز الثالث يأتينا هنا المنتحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. شاهين يأتينا على المركز الرابع، كذلك شاهين في المركز الخامس هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. بهذا الانطلاق سادس مراكزنا الانطلاق والتحدي هنا في هذه اللحظات، والقادم شاهين على سادس المراكز هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وعلى المركز السابع والقادم في هذه اللحظات هنا أيضا مهيض من هجن سيح السلام بقيادة سيب بن عتيق بن عمير العميمي. من يتابع أبو محمد بهذا الانطلاق والأداء هنا على المركز السابع المركز الثامن والمتسلل بهذه اللحظات هنا لوسيل من هجن انتاج ام زبار بقيادة حمد بن سالم بن حمد بن زهرة المري. من يقدم الوسيل بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلال، ياتينا هذه اللحظات على المركز التاسع وعلى المركز العاشر المنطلق شاهين هنا من هجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، أناها على حضاراتكم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. لنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك المنطلق شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بالصدارة وبالمقدمة هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني وياتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنتحر، على المركز الثالث سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من ياتينا بهذا الانطلاق والأداء الجميل، نتابع مهيض من تسلل على المركز الرابع، مهيض القادم على المركز الرابع هنا لهجن صيح السلم بقيادة سيب بن عتيق بن عمير العميمي، وعلى المركز الخامس وصل الوسيل هنا على المركز الخامس من هجن انتاج ام زبار بقيادة حمد بن سالم بن حمد بن زهرة المري. من يقدم هذا الانطلاق وبهذا الاداء هنا المركز السادس شاهين على المركز السادس، شاهين ياتينا على سادس المراكز من هجن العاصفة مع غياث الهلال، ياتينا بهذا الانطلاق والأداء
الجميل، بينما المركز السابع، المركز السابع والمنطلق في هذه اللحظات هنا هملول القادم بهذه الانطلاقة، حقن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي، شاهين القادم هنا من حقن الرئاسة بهذا الانطلاق وهذا الأداء، أو شاهين من تسلل حقن العاصفة مع غياث الهلالي من تسلل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء الجميل. وصل شاهين حقن الرئاسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي قدم أيضا، وهناك القادم بهذه اللحظات أيضا شاهين حقن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه هي النتيجة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع شاهين هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر بهذا الانطلاق شاهين، هنا حقن الرئاسة، هنا المندفع والمنطلق، هنا مع راشد بن محمد بن سم المنصوري على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا هنا شاهين حقن العاصفة مع غياث الهلالي، لوسيل القادم من مركز إلى مركز، لوسيل لوسيل هنا يتسلل من مركز إلى مركز من حقن إنتاج أم زوار، حمد بن سالم بن حمد بن زهرة المري من يقدم بهذا الانطلاق والأداء الجميل وتحدياته الجميلة هنا هذا الانطلاق. الله الله، القادم مهيض، مهيض القادم في هذه اللحظات، مهيض القادم من حقن صيح السلام مع سيف بن عتيق بن عمير العميمي من يقدم هذا الانطلاق وهذا الأداء رباعية مع الكيلومتر الأخير، رباعية رباعية جميلة بهذا الانطلاق والأداء المميز. شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول صدارة هذا الشوط، شاهين شاهين هنا هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدمه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الوسيلي في المركز الثاني من هجن إنتاجهم الزبارة بقيادة حمد بن سالم بن حمد بن زهرة المري من يقدم الوسيل هذا الانطلاق والأداء. شاهين والوسيل، شاهين والوسيل في معركة طاحنة، الله الله، هنا بهذا الانطلاق بدأ التسلل، بدأ التسلل هنا من الوسيل، الوسيل الوسيل بدأ يتسلل هنا بهذا الانطلاق بهذا الأداء، أخذ موقع أمه، أخذ موقع أمه، الله الله الله، أوه وتشاهدون لوسيل لوسيل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، الله الله، ولد الجزيرة، نعم، أوه وتشاهدون على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، شكرا شكرا يا بن زهرة على هذا المحافظة، على الوسيل وأدائه المميز الجميل، الوسيل من حقنا انتاج ام زبار، تهانينا والناموس، شكرا حمد بن سالم بن حمد بن زهره المري على هذا الفوز المميز. المركز الثاني اتانا شاهين من حقن الرئاسه، المركز الثالث جايين حقن العاصفه، المركز الرابع شاهين من حقن الرئاسه، والمركز الخامس اتانا مشاهدينا الكرام شاهين من حقن العاصفه. هذه هي النتيجة لهذا الانطلاق، وهنا نعود مشاهدينا الكرام إلى أيضا لوسيل، وهنا إنتاج الجزيرة الذي أتانا بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. هنا 8 دقائق 58 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية، تهانينا لهجن إنتاج أم زبار على هذا الفوز المميز الجميل للوسيل، شكرا أيضا هذه المؤسسة الجميلة هذا الانتاج المميز الجميل، شكرا حمد بن سالم بن حمد بن زهره المري. المركز الثاني شاهين سجل 9 دقائق 2:02 من الثانيه، تهانينا لهجن الرئاسه، تهانينا لراشد بن محمد بن سم المنصوري. بينما المركز الثالث اتانا شاهين من هجن العاصفه مع غياث الهلالي قاطع على المسافه في 9 دقائق، هنا 5 ثواني 9 من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.